ومشيت فينا السيارة مسافة لا بأس فيها، وبدأت شو اسمه تسخن ويتبخر الرادياتر وينقص الماء. كل شوية السائق في عنده تنكات ممتلئة ماء، كل شوية يعبيها بعد ما يبردها ويمشي فيها. وكنا مع ركب فضللنا الطريق. ثم نعم قديم، يمكن صار له قرابة 35 40 سنة. أي نعم. الشاهد وقفت سيارة وما بقى في عندنا ولا ذرة ماء للشرب، ما في ماء. ماذا فعلنا؟ فتحنا البرية اللي تحت الريديتر، صفينا الماء اللي باقي في الريديتر، ماء كأنه مثل الشاي هذا صدي، كان حاطين طبعا حطة بيضة، نحط الحطة هيك على طرف الصحن والمص مص مي لا يمكن، مع ذلك نفذ الماء. فأنا استلقيت هكذا على الأرض كأني يعني بدي سلمها. وبدأت الشاهد وقفت سيارة وما بقى في عندنا ولا ذرة ماء للشرب، ما في ماء. ماذا فعلنا؟ فتحنا البرية اللي تحت الريديتر، صفينا الماء اللي باقي في الريديتر، ماء كأنه مثل الشاي هذا صدي، كان حاطين طبعا حطة بيضة، نحط الحطة هيك على طرف الصحن والمص مص مي لا يمكن، مع ذلك نفذ الماء. فأنا استلقيت هكذا على الأرض كأني يعني بدي سلمها. وبدأت مخاري يتقاطر منه دم. شو بدنا نسوي؟ عطشنا لأول مرة في حياتي، وما تكررت وأرجو أن تتكرر. الحمد لله سلام. لأول مرة بفكر إيش؟ أنه أشرب بولي. يا ترى مجرد ما فكرت حلي الشرب؟ لا، شايف حتى ما موت يعني، ما بيجوز أنا احتاط في ارتكاب إيش؟ المحرم. لما بيغلب على ظني انه اذا ما شربت هذا نجس، حينئذ تاتي الايه الكريمه الا ما اضطررتم اليه. وهذه المساله فيها دقه متناهيه. ليه؟ لانه بعض الشباب المسلم مسلم اولا عاطفه والحمد لله ذخير، لكنه ما هو متفقه في دينه. الى الان اسال انه انا صورتي في الجواز او في الهوية الشخصية حلي، وربي هداني وعفيت عن لهتي، وهلأ اذا بدي روح المخابرات بخاف يظنوا فيه انه انت كنت حلي هلأ مربي لهتك، بجوز اهل لهتي؟ الجواب طبعا على حسب ما سمعتم آنفا، لا ما بجوز. ليه؟ لأنك أنت راح تهل لهتك مشان ما تقع. يمكن يا أخي ما تقع، شو بدريك أنت؟ فما بيجوز أن يقال الضرورات تبيح المحظورات، هو ما في ضرورة.